فاضل فين؟ بس وعمل تغيير كويس قوي ده جود جود سابس اللحظه اللي فيها جونين في الاهلي واي يو كان سي تو جولز واي وات ذا ريزن اوف تو كان سي تو جولز وول كان سي تو جولز وول كان سي جولز لايك ذس ماني 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 جيمز تو كام ماتشات جايه هيخش فيها جوان كتير زي دي ماني زي ده هيحصل كتير بيكوز ذا بيبل سيت ان الناس بتطلع مش نورمال يعني بقول لك الفرق بتلعب معاك بتلعب مدافع وبتلعب على مرتده بتلعب على بتعمل مرتده فبيحصل هيحصل ده الاجوان دي بقول لك هتحصل في الكره التانيه قدامنا لان الفرق بتلعب معانا قافله ورا وبتلعب على مرتده بيقفلوا ورا وبيلعبوا على المرتده في حاجات زي كده ممكن تحصل كتير في الماتشات الجايه لان الفرق بتلعب معانا مدافع وبتلعب على مرتده ده قدرنا دي حياتنا on equal with us لا تنفع تلعبك كوره زيك زيها راس براس في الحاله دي مش هيلعبوا على مرتدات هيلعبوا كوره عاديه ماتش كونسيد جولز لايك ذس وذ زمالك بيكوز ذي دونت بلاي كاونتر اتاك قدام الزمالك ما يخشش فيها جون زي ده لان ما بيلعبوش على مرتدات بيلعبوا جيم عادي كوره but most of them they play like this لكن فرق كتير في الدوري بتلعب قدامنا بتلعب بالاسلوب ده you can't criticize how other people are playing ما ينفعش انتقد اسلوب اللعب بتاع الفرق الثانيه كل واحد بيلعب بالطريقه اللي عايز يلعب بيها and probably they will say oh Ali if you want to play Ali you want to beat Ali or get a point play like this ممكن يكونوا بيقولوا مثلا لو عايز تلعب على الاهلي وتكسب وتعمل نتيجه مرضيه مع الاهلي تلعب بالطريقه دي بالاسلوب ده we also have to train to the situation but if you score one and you score the second goal and people play like this then it's خلاص انت المفروض تتمرن برضه التمرين بيتمرن على طريقه اللعبه دي 0-0 بيتمرن على طريقه اللعبه دي في التمرينات في التدريبات بتاعتنا بس احنا لو جبنا جون وجبنا جون تاني خلاص عززناه بجون تاني خلاص الفرقه التانيه تلعب ما تلعبش مش تفرق بقى لكن انت جبنا جون وما كناش مغطيين فتاتا ممكن الماتش الجاي هيك تلاقي نفس طريقه اللعبه دي قدامنا برضه الماتش الجاي